تستضيف فرنسا للمرة الأولى منذ 33 عاماً القمة 19 للفرنكفونية التي تنطلق اليوم شمال باريس تحت شعار الإبداع الابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية. والجديد في نسخة 2024 لهذا الحدث الدولي الذي يهدف إلى تشكيل مستقبل العالم الفرنكفوني وحضور ممثلي 88 دولة وحكومة أعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية للتبادل ولقاء الشباب المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك حول قضايا جيوسياسية واقتصادية ورقمية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون الدولية. أستاذ عبد الرحمن مكاوي، أهلا بك معنا. لا شك أنه دينامية الفرنكوفونية في حد ذاتها في الفترة الماضية شهدت مخاض وشهدت مدا وجزرا. بأي صورة تطلع الفرنكوفونية في قمتها هذا اليوم؟ أولا تحية لك أخي برويس ولمشاهدين ميدي أن تي في الأعزاء والكرام. القمة 19 للفرنكوفونية التي تنعقد هذا اليوم في فيلا كونتري شمال باريس وتستمر غدا في باريس وتحضره الكثير من الدول، أشرتم إلى 88 دولة في العالم ويمثلها يعني ملوك وأمراء ورؤساء ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات، يحاول من خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون يعني الخروج من المياه الراكدة التي عرفته هذه المنظمة منذ القمة 18 التي انعقدت بمدينة جرباء التونسية. فالرئيس إيمانويل ماكرون يحاول تأهيل لوييف المنظمة العالمية للفرنكوفونية وجعلها في مستوى دول الكوملوات على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والثقافي والسيبرياني تحت شعار الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. فالرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعرف بلده أزمة اقتصادية خانقة وانسداد سياسي يحاول الدفع بهذه المنظمة نحو انفتاح فرنسا نحو مزيد من أساليب وميكانيزمات اقتصادية ورقمية وكذلك الريادة والإبداع والانفتاح خاصة على الشباب الفرنكوفوني. فالتحديات التي يواجهها المواطن الفرنكوفوني هي كثيرة، والرئيس إيمانويل ماكرون يحاول يعني تحويل هذه المنظمة إلى فاعل اقتصادي ودبلوماسي وسياسي وسيبرياني، وكذلك انطلاقا من الرهان على الطاقات الشابة في الدول الفرنكوفونية. حينما نتحدث عن الفرنكوفونية في هذه اللحظة وفي هذا السياق، طبعا هناك في هذه القمة تركيز على البعد الاقتصادي، ريادة الأعمال باللغة الفرنسية. لماذا اليوم نختار أو تختار فرنسا والمنظمة الفرنكوفونية بشكل عام الشق الاقتصادي وريادة الأعمال كمدخل لبعث الروح أو لبعث يعني نهضة في دينامية هذه المنظمة؟ يعني لا يمكننا الفصل بين الشق السياسي والدبلوماسي والشق الاقتصادي. بالعادة يجري الحديث عن الفرنكوفونية في بعدها الثقافي واللغوي، ولكن الآن الرئيس ماكرون كما قلت يحاول نقل تجربة دول الكوملوات، وحتى أنه ينظر إلى دول مجموعة البريكس يعني التي أصبحت يعني نشيطة في الآونة الأخيرة. فالبيانات الإليزي تؤكد على المؤتمر 19 سوف يتطرق إلى مشاكل سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية وسيبرانية تحت شعار الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. وعندما نتكلم عن ريادة الأعمال، كيفية خروج فرنسا والدول الفرنكوفونية
من الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الشباب، خاصة من خلال خلق وإبداع شركات صغيرة ومتوسطة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الكثير من الدول الفرنكوفونية. فالرئيس ماكرون له استراتيجية معينة لمزج السياسة بالدبلوماسية بالاقتصاد بالثقافة باللغة، وهذا ما سوف ينشأ عنه وهذا المؤتمر، المؤتمر 19 للفرنكوفونية الذي تعول عليه فرنسا كثيرا، رغم أن وسائل إعلامها المرئية والمسموعة لم تتطرق إليه رغم يعني أهميته. فوسائل الإعلام الفرنسية العمومية رغم أهمية هذا المؤتمر لم تتطرق إليه مباشرة، وهذا غريب في نظري. وماكرون يعني كما قلت يحاول الخروج من أزمته الاقتصادية وأزمته السياسية الداخلية والانفتاح على فضاء أوسع، الفضاء الفرنكوفوني الذي يضم 88 دولة مهمة ليست كلها ناطقة باللغة الفرنسية بالمناسبة، فبعضها يتكلم لغات أخرى، حتى أن ماكرون يعني لا يرى مانعا في تحدث بلغات أخرى مع اللغة الفرنسية. فاللغة الفرنسية أصبحت دعامة ووسيط لحل مشاكل سياسية ودبلوماسية، خاصة وأن الكثير من الدول أخي بورويس يعني دول فرنكوفونية تشهد أزمات داخلية سواء في إفريقيا أو في الشرق الأوسط. نرى لبنان الذي يتعرض لهجمة عسكرية كبيرة من الدول الرائدة للفرنكوفونية، ففرنسا يعني تحاول يعني مناقش هذه الأزمات التي تعرفها بعض الدول الفرنكوفونية. ولا ننسى أن فرنسا كذلك هي ثاني قوة بحرية في العالم، فهي موجودة في آسيا، في أمريكا اللاتينية، طيب، في الهند الصينية. حتى في حديث في حديث الرئيس ماكرون، في حديث الرئيس ماكرون كان هناك أيضا ذكر لمسألة أنه الجانب الجيوسياسي وعلى الساحة الجيوسياسية، يقول فالأسرة الكبيرة للفرنكفونية تضم 320 مليون ناطق، اللغة الخامسة في العالم، تطلع بدور حاسم في المجتمع الدولي لنشر قيم الديمقراطية، يقول. لكن إلى أي مدى يرتبط أيضا نشاط هذه الفرنكوفونية وشركائها بدور فرنسا وتأثيرها الدولي في هذه المرحلة؟ أنطلق كما قلت يعني أن فرنسا هي ثاني قوة في بحرية في العالم، فتنطلق من كاليدونيا الجديدة إلى مارتينيك والغوادلوب والغويانا في أمريكا اللاتينية، مرورا مع بعض الجزر في المحيط الهندي إلى غير ذلك. فهي ممتدة من ناحية البحرية يعني في على جميع القارات. فالمسألة الجيوستراتيجية بالنسبة للرئيس ماكرون مهمة لبناء القوة، لا بيسونس. فإذا كانت فرنسا تدعي بأن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، لغة رسمية في الأمم المتحدة، وكذلك هي الثانية كقوة بحرية في العالم، وأنها تضم 88 دولة، فهي لها نظرة ومنظور ومشروع يعني يسعى إلى تأهيل الدول الفرنكوفونية لبلوغ طيب. درجة دول الكومنولث وكذلك دول البريكس. فماكرون له منظور ومشروع اقتصادي وجيوستراتيجي بعيد المدى. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون الدولية، على كل هذه التوضيحات من باريس.